بجامعة الانديو يس اكاديمي يوث اكسلنس اون ستيج انتهت اعمالها هلا، بس نحن نتعرف اكثر شو صار بهالورك شوب، اذا فينا نقوله لكن ورك شوب طويل ومع مين، خاصه انه اساتذه من مختلف انحاء العالم موجودين. بس اليوم معنا اللبناني باتريك فياض اللي هو عازف بيانو باطار الموسيقى طبعا الكلاسيكيه. اليوم رح نحكي مع باتريك، بس كمان رح نتعرف على يس اكاديمي اجمالا. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم، ميرسي انكم استضفتونا. اهلا وسهلا فيك بالانترفيو بلبنان. اكيد انا كثير مبسوط انه اكون اليوم مجتمع معكم. يس اكاديمي هي اكاديمي تابعه لامريكان فويسز. امريكان فويسز هي جمعيه امريكانيه متعلقه بالوزاره الخارجيه الامريكانيه. ويس اكاديمي جت من تقريبا 2009 على لبنان، ونحن ثالث سنه بنستضاف بجامعه الانديو، وتهتم بإطار الموسيقى الكلاسيكية. نحن ست أساتذة جايين من برا، من أمريكا، وأنا لبناني. فريق لبناني عايش بباريس. مزبوط. ومنهتم بعدة نقاط من الموسيقى. منهتم بإطار البيانو، بإطار عائلات الكمانجا، يعني الفيولون، الكونترباس والتشيلو، وبالغناء. الغناء هالسنة كان عنا دونك كنا ثلاث أساتذة من البيانو. في كان ايراس بلاودينج جاي من نيويورك، جا خاصة للغناء، وكان في دكتور غريغ هيرلي جو لكل عائلات الكمانجا، دونك لو فيولون كونترباس وتشيلو. وهي معمولة هالبروجرام اليس أكاديمي لكل اللبنانية من كل مناطق لبنان. وهي بس من كل الباك جراوندز كمان؟ يعني لازم يكون في باك جراوند موسيقي؟ اكيد اكيد طبعاً. لازم يكونوا من باك جراوند موسيقي، بيكونوا درسوا او بمدرسه موسيقيه او من الكونسرفاتوار. وليفل معين؟ في اكيد معين، يعني في نحن في عم نحكي عن اكسلنس. عم نحكي اكسلنس لهول تا يبرعوا على المسرح، وكثير منهم بعدين بينعزموا، لانه اطار البروجرام انه المميزين بينعزموا لبرا تيطلع لهم سكولرشيب على السنة يدرسوا برا ويقدروا يعزفوا برا. هيدا الهدف الأساسي. هيدا من الهدف. عن الريكروتمنت يعني. لا مش بس ريكروتمنت، إنه يصير في إشانج كولتوريل بين أمريكا ولبنان، لأنه هن تقريبا من 1993 تأسست مع هو البريزيدنت تبع جون فيرجسون بأمريكا، وهي ضمنت 110 بلد. يعني هي كثير متوسعة، ولبنان هي من البلدان يلي استضافتنا. باتريك تعودوا بهالاكاديمي؟ انا بسموني جاست ارتست، جاست ارتست، جيت بهالاكاديمي، وكنت كثير مبسوط انه اكون اللبناني المعزوم بهالاكاديمي تاعطي خبرتي يلي نلتها بباريس. صار لك 10 سنين عايش بباريس، يعني درست موسيقى بلبنان؟ بلشت بلبنان، بلشت اول شيء بجامعه الكاثوليك قبل ما اروح على باريس على ليكول نورمال وكونسرفاتوار دو باريس، ودرست. كنت مبسوط انه درست من اكبر عازفين بالبيانو، هي فرانس كليدا، هي مشهوره بعزف لا ميوزيك دو فرانس ليست، هي اول مره بالعالم تعمل توت لي زوف دو ليست. كنت مبسوط انه درست هالعشر سنين برا. بعد ما اخذنا هيك جوله عامه ونظره عامه عن الياس اكاديمي، خلينا نشوف شو صار بالانديو السنه، شو كانت الاجواء، وبعدين نشوف تفاصيل هالوركشوب. بنشوفه بعد شوي. طيب فاذا شو فينا نسميه؟ ورك شوب طويل قد ايه كان وقته؟ هيدا اول بلبنان ما في شيء اسمه سمر اكاديمي. يعني كلهم بيدرسوا. شو هو المميزه تبع يس اكاديمي؟ المميزه تبع يس اكاديمي انه تلاميذ بيجتمعوا من عده بلدان، وما من عده استضفنا من هالمره كمان من اربيل ومن سوريا اجوا تلاميذ كمان لهالاكاديمي. ناس بار اكزومبل ما بيعزفوا مع بعض، بيكونوا بالكونسرفاتوار بس بيدرسوا الاستاذ مع المعلم تبعهم. هون بيجتمعوا بيعملوا انسامبل، بيعزفوا مع بعض فور هاندز او بيانو فيولون، بيانو فيولونسيل. في عندنا كمان اوركسترا، يعني اوركستر دي جون، سترينج اوركسترا. دونك هون الفرصه لهم يقدروا يعزفوا مع بعض، يعني واحد من الشمال مع جنوب من بيروت، كلهم يتعرفوا على بعض، انه هي عائله واحده، عائله الموسيقى، يعزفوا مع بعض. وهيدا شيء بده شغل، يعني هيدا بده شغل كثير. تقريبا كنا 14 نهار ورا بعض، ونعطي حفلتين، تو كونسرت، وكونسرت جالا اللي انعطى ب 13 وب 15 اوغست. وكونسرت كثير كان كثير حلو. اخذنا شوي النتيجه ونرجع نشوف. فوالا ميرسي. Thank you.
عودتنا جامعة الأنديو على كل حالة هيك أجواء دايماً. بس نرجع للوركشوب يلي كان 14 يوم يلي كانت نتيجتها هالكونسيرات، اثنين كونسير نعمل حفلتين. فإذا هالشغل الأنسامبل بده جهد، يعني مش إنه إذا كل واحد بيلعب منيح لو كان أكسلنت، بس الشغل سوا كمان بده تمرين. أصعب شيء إنك تنظمي تجمع أشخاص ما بحيتهم اشتغلوا مع بعض إنه يجتمعوا مع بعض، وهذه هي مش هيك. في عنا بعض الأشخاص اختصاصهم conducting ولا يجمعوا ناس يلعبوا forehands. الكونسير هو ما تقريبا اشتغلنا من عبكرة العشية تقريبا على عشتيم. هو الموسيقى بدها كتير وقت الواحد يقدر يتمرن لها، بس الحلو إنه كانوا كلهم في عندهم شغف الموسيقى، و يعني الأساتذة والتلاميذ ما توقفوا يشتغلوا مع بعض. كأساتذة يعني كنتوا كمان أنتوا الحكم بهال؟ لا، نحن جايين نعطي من معرفتنا. يعني كان هلا بعض الأشخاص المميزين نعزموا لبرا تيقدروا نعزمهم على أمريكا. على أساس تقييمكم؟ على أساس تقييمنا، وعلى أساس بنشوف كمان كيف على هالعشتيم كيف كانت الانتراكسيون بين التلاميذ والشغل يلي انعطى. بس هي منا ابدا بفكره مباراه، مش يعني كومبيتيشن، منا كومبيتيشن ومش تابع. هو بلوتو نعطي المعلومات لأمكان ما بحياتها بركي وصلت للموسيقى. يعني الشخص اللبناني اللي ما له الفرصه بركي يسافر لبرا، انه نحن نجي ونهتم ونعطي اللي تعلمنا برا. هلا الياس اكاديمي في عندها عدة نقاط وعدة بروجيات، وواحد من هالبروجي أكيد أنه يجي يبقى بركي بالمستقبل كمان تلميذ من أمريكا على لبنان، وأكيد بتكون الحالة شوي أنا شوي مرتاحة أكثر. ولما منقول أنه في تلميذ عزم من لبنان للخارج ليعمل شو؟ يعني عمليا شو بيكون؟ عمليا أنه تيفوت على جامعة ياخد كور دونك ماستر كلاس، ويبقى يدرس هونيك على ظرف سنة ويعطي حفلات. هيدي هي يعني سيتون انتنسيف كورس intensive course. بعد منهم بعدين فيهم يفوتوا، لانه في علاقات بالاوركسترا بامريكا، دونك نقدر نفوتهم دون الاوركستر بامريكا اكيد. شو من بعد ما رجعت هلا بعد هالوقت على لبنان ودغري على دومين الموسيقى وشفت الشباب والصبايا ومستواهم بالموسيقى بلبنان، مع العلم انه يعني مش كل الوقت متاح لهم طبعا لانه يكونوا عم يتمرنوا على الموسيقى، عندنا كثير مسؤوليات واهتمامات ثانيه، شو بتعتبر المستوى؟ أنا شفت إنه المستوى كان فيه كل هالتلاميذ اللي تعرفت عليهم. كنا تقريبا الأكاديمية استضافت تقريبا 100 110 تلميذ، يعني كمية كبيرة من ال. أنا تخصصت أكثر مع البيانيست أكيد، يعني شفت تقريبا شي 30 بيانيست 30 بيانيست اهتميت فيهم. شفت إنه كلهم عندهم الباشن لا باسيون، بدهم يتعلموا وكانوا مبسوطين. وبعض منهم يسالوني كيف بتصير، كيف الواحد اذا بده يسافر لبرا، كيف الموسيقى، كيف الكارير بتصير، وشو هن النقاط الصعبه، شو هن النقاط لانه بتعرف نحن بلبنان الموسيقى الكلاسيكيه مش دائما بالبروجرام او تبع بالمدرسه او بالتلفزيون او شيء. دونك دائما بيفتكروا انه الموسيقى بس لوقت العزاء لا ميوزيك كلاسيك. لا هلا خلص تطورنا مع الوقت شوي اكثر. فهون شفت انه تلاميذ، في عندي واحد من التلاميذ كثير كثير انبسطت فيه، ودائما خبرته قلت له ذكرتني بماريا كالاس. قال لي ليه؟ قال لي كان يحضر الصف من على بكره لعشيه، يعني كل الليفلز يعني من الادفانس للمش ادفانس كان عم بيلحقهم. وشفت انه وقت واحد بيحب ما بيحس بالوقت، ما كان بهمه اذا لا له او مش ما بهمه شيء. هيدا كانت الاكسبيرينس كانت كثير حلوه، واكيد رح نرجع نجلس انت الجاي على كل حال على لبنان، ونهتم بهالاشخاص يلي عندهم حب الموسيقى. بس عم نحكي عن شغف بالموسيقى، بس هل ممكن انه اصلا عازف بيانو مثلا او اي اله ثانيه انه يتابع اذا ما عنده شغف؟ لانه الشغله تدير منها هينه، يعني منها هينه. هلا اذا الواحد بيحب الموسيقى ما بكفي، هي المعرفه والديسيبلين اكيد. وقت الواحد بيكون بده يعمل او عازف كمانجا او بيانو، هن اله بيتطلبوا ساعات التمرين، يعني بين الخمس ساعات وسبع وثمان ساعات. ونحن في عالم كومبيتيشن بالعالم اليوم، وقت في عنا اليابان والصين والكوريان، كثير صعب انه يبرع
بده شغل وديسيبلين، هو سر النجاح التمرين، بس مش بس التمرين، هو الخيال. مثل المارشال ارتس يعني. وبفتكر انه في شيء حلو كثير بلبنان، انه نحن مأثرين بعده نغمات حوالينا، دونك عندنا بفتكر شيء طابع خاص للبنانيين. نحن منطقه طلعنا كمان عازفين شهرين بالبيانو، منهم الله يرحمه وليد عقل، عبد الرحمن الباشا يلي برا، دونك في عندنا بوتنسيال ليكون في ديز ارتيست بارعين. وانا بتمنى، مش هيك بحب اجي على لبنان تعطي خبرتي ومعرفتي لكل هالاشخاص. فاذا حسب خبرتك هالتعدد الحضارات وهالتعدد طبعا الثقافات، فاذا تعدد الموسيقى يلي موجوده بالذاكره الجماعيه تبعيتنا او بذاكرتنا كمان ذاكرة الطلاب، هي افانتاج مش ديزافانتاج. اكيد مش ديستراكتنج يعني، مش اكيد افانتاج. نحن عندنا بنحكي اول شيء عده لغات، يعني كل لبنان تقريبا بيحكي عربي فرنسي وانجليزي، واذا مش لغه لكن متهمين عندنا شوي من كل شيء. بس لا فاريتي هي بتعمل لا ريشيس بالاخير، انه مأثرين بعده، يعني وقت واحد بيمشي بالطريق بيسمع نغمات، ومأثرين بعده ستيل دو ميوزيك، دونك بفتكر عندنا شيء مميز رح ينتج عن هالشيء ستيل خاص. اكيد مختلف. باتريك فياد اهلا وسهلا فيك. ميرسي. شكرا لوجودك معنا. بنرجع بنذكر انه فاذا بالياس اكاديمي رح ترجع السنه القادمه على جامعه الانديو، ورح يكون في اكيد مجال لمشتركين جداد يكونوا عم ثبتوا تميزهم على المسرح، بس كمان هي الخبره هي الاساس بهالموضوع. اهلا وسهلا فيك وشكرا لوجودك معنا. ميرسي. بس حب كل اخر كلمه، اللي بحبوا يلحقونا لسنه الجاي، في اكيد نحن على فيكم تلحقونا على يس اكاديمي على فيسبوك. اهلا وسهلا. ميرسي. مشاهدينا وقفه هلا ومنتبه عليك.